الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وجاء رمضان فماذا نحن فاعلون؟ أيها الأحبة الكرام، لابد وأن نعود هذه الجوارح على الصيام. أيها الأحبة الكرام، أنتم الآن مقبلون على شهر كريم عظيم، فينبغي للإنسان أن يتعلم كيف تصوم جوارحه. صيام الجوارح إزاي؟ روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن هناك هدف عظيم من هذا الصيام، ألا وهو تعويد الجوارح على الصيام. أولا صيام العين، عينك تصوم إزاي؟ ينبغي أن تصوم العين عن النظرات المحرمة. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الإسراء: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول عن كل ما نظرت إليه، ينبغي أن تصوم عينك عن النظر إلى المحرمات في النت، في الهاتف، في الشارع، في المواقع الغير جيدة، في أي مكان. ينبغي أن يصوم نظرك عن النظر إلى المسلم بحقد، بحسد، بكبر. اعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم مغزى هذه النظرة. قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين. إذا نظرت نظرة والناس لا يدرون، ماذا تريد بهذه النظرة؟ الله جل وعلا يعلم ما في قلبك ويعلم ما في سرك، فهو المطلع جل وعلا. ثانيا صيام اللسان، يجب أن يصوم اللسان عن اللغو والكذب والغيبة والنميمة والسب واللعن وقول الزور، وعن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ ابن جبل: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه، فقال: أمؤخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس على مناخرهم، على وجوههم في النار إلا بسبب ما كسبته وحصدته ألسنتهم؟ فاحفظ لسانك أيها الحبيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. يجب أيضا أن تصوم الأذن عن سماع الغيبة والنميمة والفحش والبهتان، وعن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. يجب أن تصوم الأذن عن سماع الأفلام المحرمة والأغاني والموسيقى التي لا يرضى الله تبارك وتعالى. رابعا يجب أن يصوم أنفك عن شم ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، شم الهيروين والكوكايين والمخدرات والأشياء المحرمة. وكذلك يجب أن تصوم يدك عن التحرك حركة لا ترضي الله تبارك وتعالى. فحينما تضع يدك أو إصبعك على الهاتف فاتحا موقعا لا يرضي الله تبارك وتعالى، فإن هذا الإصبع سيشهد عليك يوم القيامة. نعم، ستنطق الجوارح وتشهد عليك يوم القيامة. وأين تذهب من جوارحك؟ هتهرب منها، تروح فين؟ هل تستطيع أن تستتر من أصابعك، من عينيك، من رجليك، من هذه الجوارح وأنت تفعل المعصية؟ الله جل وعلا سيجعلها تنطق يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ينبغي أن تنتبه إلى جوارحك، فإنها ستشهد عليك يوم القيامة. وأخيرا نعلم أن معك ملكين كريمين يكتبان ما تفعل، شايفينك، مراقبينك. قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا، والحمد لله رب العالمين.